السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات. الصوت واصل لكم؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا بكم في اللايف على الصفحة الرسمية سامي كمال الدين على الفيسبوك. ياريت كمان تتابعوني على اليوتيوب، حط لكم القناة في التعليقات بعد ما نخلص. أنا النهاردة مش هتكلم، الشعب المصري هو اللي هيتكلم. احنا 8-9 سنين بنقول الراجل ده فاشل، والراجل ده حرامي، والراجل ده مع عصابة بتدير البلد وبتسيطر عليها، والراجل ده عمال يشتغل الناس ويعمل عاصمة إدارية ويعمل كباري. وزي ما هنشوف الفيديوهات بتاعت الناس، انه احنا مش ضد انك تعمل كباري، ومش ضد انك تعمل مشروعات، ومش ضد ان انت تطلع تدي ظهرك لجيشك وتخطف في الناس مع الحديدة اللي بتمسكها. لكن الوضع اللي طالعة بيه الناس تعمل فيديوهات بالشكل ده على التيك توك، الفيسبوك، هو اللي ساهم في اسقاط نظام مبارك. التيك توك هو اللي هيساهم بإذن الله في إسقاط هذا الفاشل الغبي اللي بيدير البلد على إنها عزبة اللي خلفوه. أنا ملوخية يا فارس ولا بلحة بتاعك اللي ملوخية؟ بيقول لك في شيخ كان بيعرض المعرفش إيه، اعتقلوه، قال سوء الشعب المصري ضيع فرصة ذهبية. طيب أنا خليني أروح بيكم لفيديوهات الشعب المصري أو الناس الطبيعية، أنا مش هتكلم، الناس هتتكلم وتقول على الفساد. تعالوا نشوف الوضع او الحالة اللي وصل بيها السيسي للبلد، الفضايح والجرس اللي عاملها للناس في كل مكان. هبدأ معكم فيديوهات للناس بس، لان ده دلوقتي دور الشعب. احنا خلاص تعبنا والله من الكلام، تعبنا من الكلام ومن الرغي ان هذا نظام عميل، هذا نظام فاشل، الراجل ده هيضيع البلد. الراجل زي ما بيقولوا الناس، لا بتفهم في اقتصاد ولا بتفهم في سياسة ولا بتفهم في حربية ولا بتفهم في إدارة ولا بتفهم في حاجة. هدفك بس تمسك الحديدة وتاخد قروض، ده الدور اللي انت بتقوم بيه في البلد دي. يعني انا مش فاهم، مين اللي فاهمك ان دي سياسة؟ مين اللي فاهمك ان نظام الحكم يتم بالطريقة دي؟ تعالوا شوفوا الناس بتقول ايه، واسمعوا الناس، الشعب المصري، الشعب المصري اللي بيقول لك ارحل ايها الفاشل الغبي. هوريكم فيديوهات. نبدأ بمين؟ نبدأ بهنا، يلا اتفضل. يا ليبي ما ينفعش كده والله، ما يرضيش ربنا، دي وبنص جنيه. طب انا اكل منها كمان؟ طب هو يا جدعان، طب انا عايز اسال سؤال، هو العيش ده بعد كده ان شاء الله هتعملوه في شرايط برشام ونروح نصرفه من الصيدليه؟ هيبقى اسبرين كده؟ ايه يا جدعان اللي انتوا بتعملوه فينا ده؟ والله حرام وعزك. طعميه يا بنص جنيه، هيجيب منين الراجل؟ رغيف عيش ب 75 قرش والطعميه بنص جنيه، طب هو هيجيب لك منين؟ هيعيش منين؟ ابو محمود، ابو محمود رد على شعبك، شعبك دلوقتي هو اللي بيتكلم مش الناس. خد الست المحترمه الطيبه دي، مصريه زي اي ام مصريه، ست اسكندرانيه، شوف هتقول لك ايه يا عبد الفتاح. ايه يا ريس، كيلو رز ب 13 جنيه وازازه الزيت ب 27 جنيه وب 39 جنيه، نعمل ايه يا ريس؟ عرفني. ورغيف العيش اللي كنا بنجيب حبه ملح ونغمس بغلته، نعمل ايه؟ قولي بس وانا همشي وراه. احنا كده يرحمك ربنا، ارحمنا كده واعرف ان احنا خلاص. انت عايز تموت الناس الغلابه؟ ارحم شعبك الغلبان، ملناش دعوه بشعبك القوي، احنا بنقول لك على شعبك الغلبان خلاص بقى، خلاص هتبقى حرب جوعيه، خايف من فضفضه الشعب يا ريس. الشعب لو هاب هيبقى اسمها ثروه جياع، الناس هتموت من الجوع يا ريس. موال الاخوان مش نافع، موال ارهابيين مش هتمشي. دول الناس يا باشا، الشعب المصري. لما قلنا لحضرتك ان ممكن تحصل ثورة جياع محدش انتبه، لما قلنا الغلاء والفحش في الاسعار اللي واصلة بالشكل ده بيدمر البلد، بيقتل حال المواطن الغلبان، ولا استوعبت ولا فهمت. انا ببني وهبني قصور، هو انا ببنيها عشان امي، عشان مصر، عشان مصر تبقى عظيمه، بعمل لكم كباري، بعمل لكم ايه، شويه طرق يمسكوا مصر كده، رحت انت عامل لنا كده، خلعت الشعب المصري.
طرق مين وكباري مين؟ ما تعمل كباري وطرق، محدش ضدها، بس أكل الناس، لا تعليم ولا صحة، وكمان غلاء، غلاء وأسعار الناس مش قادرة عليها. الراجل اللي معاشه 1200 جنيه راجل بيقول لك هاكل كلاب عشان عايز اكل لحمة. هو ده حال البلد، هو ده حال البلد او حال المواطن المصري. الوضع الحقيقي اللي موجود دلوقتي في مصر انا شايفه انه في غليان في البلد، ان لم يتم الانتباه ليه من قبل هذه الدولة سوف تنهار هذه الدولة بالكامل، واحنا ضد انهيار الدولة، ضد انهيار الدولة، محدش يقبل ان وطنه او بلده ينهار بالطريقة دي. لكن اذا خرجت الناس دي، الناس اللي بتتكلم كل شوية، اللي على التيك توك وعلى السوشيال ميديا كلها، اذا خرجت عن بكرة ابيها وطلعت، البلد كلها هتسقط، والبلد كلها هتضيع، هتبقى انتوا السبب عشان واحد دهل ماشي بالشكل ده وبيدير البلد بالشكل ده تضيع مصر كلها. 120 مليون يضيع عشان خاطر سيادته هو الصح. ده لو ال 120 مليون خرجوا كده مظاهرات كلهم ضد عبد الفتاح السيسي، السيسي هيقول لك لا 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 ده دول خونة، دول ارهابيين، الشعب معايا. لو 1000 فضل ما خرجش، فده راجل طبيب الفلاسفة، راجل طبيب الفلاسفة، راجل الدنيا كلها بتسمع منه، العلماء والحكماء والرؤساء والملوك والأمراء، فمش هيسمع لحد ومش هينتبه ومش فارق معاه الناس دي يدوسها قطر، مش فارق معاه. الواحد قلبه اتوجع والله، الواحد قلبه اتوجع على حال الناس الغلابة. تعالوا نكمل نشوف الوضع مع الناس ايه. اتفضل قول لي اخوان بقى، قول لي علي اخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياة ربنا يا جماعة. انا رحت اجيب ربع فرخة وانا جاية، قلت للرجل انا ابعت لك البت تاخدها، اعملها وابعت لها جهازة، وانا كنت جاي من الشغل، بعت البت تاخدها وحياة المصحف اهي ب25 جنيه. انا ما اكتشف ما اهي شوف دي جناح، جناح والله، جناح وحتة وحتة جناح تاني ب25. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياة ربنا يا جماعة. ده نص فرخة اللي قدام الست، ده نص فرخة، ده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي بيقبضني في تركيا يا فارس هو اللي بيقبض عمرو أديب وأحمد موسى، بيقبض الست الوالدة، خلي بالك منها، ربنا يحفظها لك. فده الوضع، ده الوضع في مصر دلوقتي. ست جناح وبتاع، ده نص فرخة شاريها بكام؟ هتقضي منها ايه؟ هتقضي عيلتها دي هتاكل بيها؟ هكمل لكم الشعب المصري، شوفوا الناس، شوفوا الناس، سيبكم مننا احنا. خد ده يا معلم، مسيحي من الاخوان المسلمين، ده من جماعه حسن البنا، دق الصليب اهو هنا، جماعه حسن البنا، اتفضل استلم. انا مسيحي، انا مسيحي يا جدعان، علشان الاعلام المصري، احنا كلنا عارفين الاعلام المصري ان اعلام زباله ومزيف. بس اللي انا عاوز اقوله، سيبك بقى من الاخوان، بلا اخوان بلا بطيخ، خلينا في الجد يا سياده الرئيس، احنا جبنا اخرنا، جبنا اخرنا بجد. يا ريت بعد اذنك بكل ادب واحترام، سيب البلد، خلي واحد مثقف فاهم اقتصاد وسياسه للدوله دي، الدوله دي عاوزه انسان فعلا بيفهم في الاقتصاد. انت ما بتفهمش، الجيش نفسه ما بيفهمش، لان شغلانه الجيش مؤسسه عسكريه لحمايه الدول من الخارج. انتوا ايه؟ انتوا عاوزين تكوشوا على البلد وخلاص؟ بالعافيه بالعافيه. اوعى تحط في دماغك يا فخامة الرئيس انك انت حاطط في دماغك ان المسيحيين معاك، لا، كانوا وانا من ضمنهم، كنت من مؤيدينك، بس خلاص هعمل ايه؟ طلعت حمار. ايوه انا طلعت حمار، بقولها ان انا طلعت حمار، ان انا رشحت واحد زيك، وطلعت حمار اكبر واكبر، ان انا رشحت شخص في الجيش نفسه عسكري. العلم والمنطق بيقول الشخص المناسب للمكان المناسب، بروحش اجيب سواق توك توك واقول له تعالى اركب طياره، هيرزعنها في حيطه، هيجلبها كل هي هي هيولع فيها. فهو ده اللي بيحصل دلوقتي. حضرتك انت ولا بتفهم في سياسه ولا اقتصاد، انت جايب شويه ناس
بتخليهم يديروا البلد وانت مس نفس اعمل سوي بس. بس انت ما بتفهمش في اقتصاد ولا سياسة. انت لو بتفهم في سياسة واقتصاد بجد تهتم بالمواطن. المواطن لو اهتميت بيه هيراعي نفسه وهيدي للبلد وهيبني البلد. انت دلوقتي امال تبني واخد قروض من هنا واخد قروض من هنا، وامال تبيع البلد للسعوديين والاماراتيه، ارض تنار وصنافير بعتها للسعوديه، عاوز مزبيرو كمان تبيعها للسعوديه، المستشفيات هنا خصخصتها لدبي. ايه كفايه بقى، انت بعت البلد بعت البلد. انت عامل زي الراجل اللي متجوز وما عندوش شغل وبيبيع. احنا تعبنا ده من الاخوان المسلمين اهو، ها بيقول لك صليب بيقول لك مسيح. طب انا ما عنديش مشكله، مسلمين ومسيحيين كلهم اخوات، يعني انا مش يعني اعوذ بالله، كل المصريين عندي واحد بس، هو راجل مسيحي، راجل مسيحي بيقولها لك، بيقولها لك انه كان حمار لما انتخب، الحمار كان حمار، بيقولها لك اهو، بيقول لك امشي، بيقول لك امشي لان انت ما بتفهمش في الاقتصاد، انت ما بتفهمش في اداره الدوله. هات حد يدير الدوله، يعني هات حد يدير الدوله يدير البلد، انت مش فاهم في اداره دوله. فالراجل بيقول لك خلاص كان المسيحيين كلهم معاك، البابا تواضروس بقى واللي تف يلا ونعم تزيد النعم. خلاص الناس طهقت، الناس كفرت من الجوع، كفرت الناس. الراجل فاضله شويه ويسلم، يعني الراجل شويه فاضله شويه ويسلم وتاخد فضل اسلام، يعني الناس خلاص اتجننت. انت بتجنن الناس. الراجل اللي اتكلم هذا الاخ المسيحي وهو على راسي بالمناسبه مصري وطني محترم، قال لك كلمة، قال لك لما نجيب واحد بيسوق توك توك ويركب طيارة هيطب البلد في الحيط، هيوقع الناس في الحيط. ده اللي انت عملته، ده اللي انت عملته بالظبط. إدارة بلد لما يوصل الزيت ب30 جنيه، لما كيلو اللبن ب15 جنيه، لما رغيف العيش ب75 قرش، اهو لا مسألة سياسة ولا مسألة حد عايز ينزعك الحكم. ففهمناها سليمان، خدها سليمان لوحدك اهو لوحدك، لا ناس خايفه على الكرسي ولا تقرب من ولا اللي يقرب منها هتشيله من على وش الارض، ولا حد هيشاركك الحكم ولا حاجه. الشعب المصري الناس الغلابه مسلمين ومسيحيين فقراء هم اللي بيقول لك امشي وارحل وسيب البلد دي. سيب البلد دي مش عشان خلاف سياسي ولا عشان مشكله مع الاخوان ولا السلفيين ولا العلمانيين ولا الليبراليين ولا مشكله مع اي حد. مشكلة ان حضرتك فاشل، انت فاشل، لم تستطع قيادة الدولة دي. كانت لدى عبد الفتاح السيسي في 2013 و2014 شعبية كاسحة، كان ملايين الملايين معاك، كان في ملايين. لم تأتي شعبية من ايام عبد الناصر لحد زي ما جت للسيسي، لم يلتف الناس حول رجل زي ما التف حواليه وكان عندهم امل فيه، وطلع خازوق كبير، خازوق مغري ل120 مليون مصري، طلع اكذوبه، طلع وهم. هذا الرجل اللي طلعت الستات ترسمه على هدومها الداخليه، اللي طلع يترسم على عرب الشوكولاته، اللي طلع يقول لك الحمد لله خلصنا بالاخوان، طلع خازوق. مش عايز اقول اللفظ اللي بالعاميه يعني، قولوه انتوا بالوسطى، شاوروا كده بالوسطى وقولوه عشان الستات اللي بتتفرج. طلع كذبه، طلع كذبه، وش قفص الجيش المصري يبقى ده ازاي يا جماعه؟ ازاي ده جيش المشير احمد اسماعيل والسادات وسعد الدين الشاذلي؟ ازاي ده وش القفص بتاع المخابرات الحربيه المصريه؟ لا بتكلم على شكل عبد الفتاح السيسي ولا بتكلم على كيان عبد، انا بتكلم على اداره هذا الرجل. الرجل بقاله 8 سنين فوق ال 16 او ال 20 مليار دولار من الخليج قروض من صندوق النقد الدولي، محدش بيحاسبه، جيش شرطه مخابرات ادوات دوله، من فران العيش معاك لوزاره الدفاع. ربنا سبحانه وتعالى ما اداش حد، قال لك خد، ما اداش حد زيك. لكن البعيد حمار، البعيد حمار. وخلي الشعب المصري يقول لك، تعالوا شوفوا الشعب المصري، نكمل مع الناس هتقول له اتفضل اتفضل قول عليهم اخوان. اللحمه مرتين في الشهر دلوقتي ياكلوها مرتين في السنه، في ناس بتدفع ايجارات وبتدفع غاز وميه ونور، ما بياخدوش معاشات ومش لاقين يعيشوا وعايشين. ارحمونا بقى، ارحموني حقا عند ربنا، مش خايف منكم، مش خايف منك ولا منكم.
السجن يرحمني منكم والموت يرحمني منكم. انت موتت ابويا قبل كده بسبب الفلوس اللي معيش فلوس اعالجه ورميتوه في الشارع، ودلوقتي بتموتونا احنا. انتوا عايزين مننا ايه؟ ينتقم منكم ربنا زي ما جيتوا بجبروتكم علينا، ربنا يجي يشوف جبروت ربنا فيه. كل اللحمه مرتين في الشهر دلوقتي ياكلوها مرتين في السنه. في ناس بتدفع ايجارات وبتدفع غاز وميه ونور، ما بياخدوش معاشات ومش لاقين يعيشوا وعايشين. ارحمونا بقى، ارحمونا حقنا عند ربنا. مش خايف منكم، مش خايف منك ولا منكم. السجن يرحمني منكم والموت يرحمني منكم. انت موتت ابويا قبل كده بسبب الفلوس اللي معيش فلوس اعالجه ورميتوه في الشارع، ودلوقتي بتموتونا احنا. انتوا عايزين مننا ايه؟ ينتقم منكم ربنا زي ما جيتوا بجبروتكم علينا، ربنا يجي يشوف. اه والله يا شادي خازوق، الله يسلمك يا احمد رمزي المصري، تحياتي ليك. تسلم. مالك ابن الريب، خليها مالك ابن النبي. ثورة الغلابة قادمة. ابو احمد الصمتي خازوق. اه والله 1200 بس. ايهاب السيد ابراهيم. محمد علي اشرف، الشعوب العربية تحب الخازوق، الشعوب العربية تحب من يكذب عليها. اه والله ام زين، هو قال اهم حاجة عندي الغلابة. فين الكلام ده؟ هم الغلابة بياخدوا كام؟ هو الغلابة ام زين اللي احنا بنعرضهم، احنا بنعرض مين؟ احمد اسماعيل بيشتم بلحة خربها. ايوه مع بلحة خربها، انت قول الشتيمة. يا رنت شتيمة. غلاء الاسعار مبالغ فيه، الحكومه بهايم، بس ما ينفعش نوقع بلدنا. والله يا مو قادر، احنا مش عايزين نوقع بلدنا، احنا عايزين نشيل الفاشل اللي بيوقع بلدنا، يعني فاهم السياق عشان يبقى بس واضح. يعني الله، حد بيتخانق عملت اغضبني ليه على تعليق خناقه يعني. عشان الشعب خايف. عبير مبارك، ولماذا الشعب صامت الى اين؟ مرفت خفاجه اركب، وماله احنا بتوع الانقلاب ودايسين على دماغكم؟ دوس على دماغ الناس، الناس دي هتطلع تشخرمكم. تعليقاتكم يعني، عايز اقرا تعليقكم، بس انا عايز اخد فيديوهات الناس بكام ازازه الزيت في تركيا اللي انت قاعد فيها. ابقى مواطن تركي اما اشوف؟ انا مالي من المواطن التركي زعلان ولا غاضب؟ اما ابقى مواطن تركي ابقى اكلمك على ازازه الزيت في تركيا، وانت زي سوريا والعراق. طب ازازه الزيت بكام في امريكا؟ المواطن الامريكي عايش ازاي؟ المواطن القطري عايش ازاي؟ قطر اللي هي قد كده عايش ازاي؟ المواطن الكويتي عايش ازاي؟ قول لي، اشمعنى المواطن التركي؟ ولا ايه عندكم مشكله؟ واجهكم اردوغان عندكم مشكله معاه؟ صفوها انت واردوغان مع بعض. كلمني على مصر، عايزني اقول لك دول تانية؟ طب الزيت الاوكراني بكام اللي فيها حرب؟ اوكرانيا وروسيا. هو بياخد 40 مليون طن قمح من روسيا، يحاول يعوضها دلوقتي، عشان كده منعوا التصدير 3 شهور الفول والقمح والبتاع. بيجيب الناس يجوعهم ويعمل كباري، ويجي يقول لك اصل تركيا كذا. انا مالي بتركيا؟ ده مواطن مصري عايز ياكل، ومع ذلك يا سيدي الناس مبسوطه. احنا همنا على الناس الغلابه، وزي ما قلنا لهم طلعنا في 2011 عشان خاطركم، بنقولها دلوقتي عشان الناس الغلابه دي. نكمل فيديوهات. الراجل ده صعيدي قريبي، خد يا عم الصعايدة اديله. الكلام ده موجه لحكومة مصر كلها، وعايز اي راجل صعيدي جدع وابن بلد ويفهم في الاصول يشير الفيديو ده على قد ما يقدر يقول، عشان الكلام ده غالي، والكلام اللي هقوله اكبر مني ومنك يا سيادة الرئيس. احنا ساعة انتخبناك عشان انت يعني عسكر البلد، يعني انت اساس، يعني اساس الديش، يعني انت اساس الديش، وساعة الصعيد ودخبك ووقف جنبك اساس الصعيد. هل دلوقتي احنا قصرنا معاك في حاجة؟ دلوقتي دخل علينا شهر رمضان، شهر رمضان كريم ومفترج على كل الناس كلها، تمام؟ كل حاجة غالية، كل حاجة غالية. انا واحد زي حالتانا، واحد زي غيري شبهي، ما ماشي على الله، يشتغل بونش، ما فيش شغل بالوناش، المباني واقفه والعقارات واقفه والشغل بالطين 60 واقف. دلوقتي انا معايا في رغبتي 4 عيال، عيالي انا في رغبتي 4 عيال،
هل دلوقتي في شهر رمضان وانت عارف شهر رمضان؟ رخص يا ريس، قول للكلاب التجار ولاد الستين كلب يرخصوا يا ريس، يرخصوا يا ريس كده. احنا الحرب دي اوكرانيا مالناش دعوة بيها، هي دلوقتي احنا غلولنا مصر دي اتضربت مثلا في القاهرة ولا في اسكندرية قنبلة نووية عشان تغلي الفراخ ولا تغلي اللحمة ولا تغلي السجائر ولا تغلي الرز ولا تغلي المكرونة. قول لي انا عايز افهم دلوقتي، انا راجل ولا حلت طين ولا حلت ارض ولا حلت مال في البنوك ولا حلت عربيات، انا حلت الستر من عند الله وراجل شغال على كتفي. يعني هتحبسني؟ انا ما عادي، هبقى خساره عليك، هبقى خساره في الدوله، هاكل واشرب وهتوكلني انت جوه السجن. هل دلوقتي مش هينفع؟ انا راجل عايز اوكل عيالي، عايز اوكل نفسي، عايز اعمل لهم حاجه، عايز ابني لهم البيت. بص اها اها ده كلام دي، يعني انا دلوقتي ما اقول الحمد لله وشكر ربنا وماشي في الحلال، عمر ما مديت ايدي للحرام ولا مشيت في الغلط ولا مشيت في الرذيله، ولا كل الناس غلابه. انت عايز تودي الناس فين؟ عايز الناس تخش السجون؟ لما تقول الصعيد كلها فيها بلطجيه، فيها ارهاب، فيها الخط في جنة في اسوان في الحتت دي، مين اللي عمل الخط؟ مين اللي عمل البلطجيه؟ مين اللي عمل الارهاب؟ الحكومه اللي عملتهم. انت لما تغلوا الاسعار اللحمه والمكرونه والرز والدقيق والغله تغلوها على الناس، وانتم ومصر ما تزرع غله وتقولوا من الثوره تستوردوا دويه، ارحمونا ارحمونا تستوردوا دويه. انا عايز اعرف دلوقتي ايه اللي غلى؟ ايه اللي غلتوه انتوا؟ في قنابل ضربت في الصعيد ولا في مصر ولا في اسكندريه؟ ليه يعني؟ حرام عليك، ارحم. انتوا ما تخلوا الناس هي اللي تطلع بلطجيه، يبقى الواحد ماشي جنب الحيط ويقول يا رب استر معايا وانا وعيالي واهلي، ما تخلوا الناس تبقى حراميه، الناس بتخلوا الناس بلطجيه. ارحموا، ارحمكم الله في السماوات وفي الارض، ارحموا. ومش هقول تاني الا غضب، الا الغضب الناس الغلابه. الكلام ده موجه انت خدناك عشان انت اساس الديش، قصرنا معاك في حاجه؟ ما قصرتوش يا واد عمي، ما قصرتوش معايا في حاجه، قصرنا معاك في ايه؟ قلت نور عينينا، اديناك عينينا اهو، واحد من الصعايده الجدعان بيقولها لك قوية يا ابوي. انتخبناك انت اساس الديش، انت الكبير عشان انت صرت الجيش المصري، الناس انتخبتك. بحري، اسكندرية، اسكندرية من سيدي بشر البحري، دمياط، سوهاج، المنيا، المنوفية، هاي الفيديوهات اهي من كل مكان، من القاهرة، من كل مكان طلع الفيديوهات بتقول لك ان انت فاشل، ان خطتك كادت ان تقضي على الغلابة. الناس مش لاقية تاكل، الناس تجيب منين في الغلاء ده؟ الغلاء الفاحش اللي انت مصدره للناس. بقتش مسألة سياسة على فكرة، وبقتش صراع دلوقتي، خلاص الناس ما عادتش مصدقة الاشتغالة بتاعت السيسي والاخوان. لا الناس لا عايزة اخوان ولا عايزة سيسي، الناس عايزة تاكل، الناس عايزة تاكل. لما قعدنا نقول للناس يا جماعة الحرية، يا جماعة الحرية، يا جماعة الديمقراطية، يا جماعة الدولة، فالناس قالت لك لا لا خلاص خلاص، مش مهم حرية، المهم ناكل، المهم الرئيس بتاعنا يبني البلد، المهم الناس تعيش عيشة كويسة. انزل شوف الطرق، شوف الكباري، شوف الحياة. يا جماعة الحرية، يا جماعة العدالة، من أفلاطون اللي جه قبل الإسلام وقبل المسيحية، اللي جه قبل الإسلام ب 2400 سنة، لليهودية قبل المسيحية، للإسلام، لكل الديانات التي تنادي بالعدالة، أن يكون هناك عدالة. يا جماعة العدالة، يا جماعة الحرية، قلتوا لا الرئيس بيبني البلد أهي. ما هو ده نتاج حقيقي، نتاج حقيقي لخوف الناس وسكوت الناس وصمتها. أنت لما سكت على حق غيرك، ولما سكت على اعتقال غيرك، ولما سكت على 60,000 معتقل موجودين في السجون، ولما سكت علشان يذبح ده عشان ده اخوان، ويذبح ده عشان ده 6 ابريل، ويذبح ده عشان ده من صوار يناير، وانا خليني في حالي ومشيت جوه الحيط، دخلك جابك من قفاك من جوه الحيط ومنع عنك المن والسلوى، منع عنك الاكل والشرب. كمان شويه هتلاقي النيل، النيل هو شريان الحياه المصري من 6-7000 سنه، اللي مصر مرتبطه بيه كهدف جغرافي وهدف تاريخي وهدف قومي، امن قومي ضيعه. أرض بعها تيران وصنافير اللي هي أمن قومي، اللي هي جنود الجيش المصري ماتوا واستشهدوا. لما استشهد الجنود من حرب 48 فلسطين لحد 73 لحد سليمان خاطر، أرض فيها دم جنود الجيش المصري وضباط الجيش المصري، فيها دم شهداء الجيش المصري، باعها. أنت سكت،
قلت يلا عدي مش مشكلة، بحتة أرض مصر يا عم 1,000,000 كيلومتر مربع نمرح فيها، مش مشكلة إسرائيل تسيطر على مضيق طيران يلا. ده كان نتيجة حقيقية اللي وصلنا له دلوقتي أو اللي وصلت له حضرتك، وده نتيجة. أنا مش بلومك، اوعى تفتكر إن أنا بلومك عشان بتصرخ أنا جعان أو بتصرخ أنا عايز آكل، أنا لا ألومك، بالعكس ده حقك، حقك اللي تكفلوا لك جميع الشرائع السماوية، وحقك اللي بيكفلوا لك ربنا سبحانه وتعالى، ويجب على هذه الدولة إنها غصب عن عينها توفر لك الحق ده، هذا وحقك، محدش يقدر ينازعك فيه أبدا. حق الأكل، محدش، حق الحياة، ده حقك في الحياة محدش يقدر ينازعك فيه. أنا مش بلومك على اللي فات كله، بس أنا بقولك ده حقك، ولا أحملك أي شيء. النتيجة الحقيقية اللي جات دي بسبب نظام إداري فاشل، بسبب حكم ديكتاتورية عسكرية فاشلة. لما نقول الجيش المصري مكانته المحترمة العظيمة اللائقة به انه يحمل ارض، مش ياكل الارض، مش يستولي على الارض، مش يدير اقتصاد البلد وياخده ويشفطه في كرشه، الناس بتزعل. اي ديكتاتورية عسكرية، مش في مصر، في امريكا اللاتينية، في تركيا ايام الانقلابات العسكرية، في كل دول العالم الديكتاتورية العسكرية تيجي انسى يا باشا، لا ديمقراطية ولا حياة ولا حرية ولا اكل، ولو جعت تموت، لو قلت او صرخت تتضرب بالبندقية. ده النظام الفاشل، ده النظام الديكتاتورية العسكرية. نكمل فيديوهات الشعب المصري، نشوف الشعب المصري بيقول ايه. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل، ادخلي. تهددوا في الناس، احنا عايشين كأننا في سوريا والعراق اللي انتوا بتهددونا، مش كنا بنتهدد بسوريا والعراق؟ واصبروا اصبروا اصبروا، صبرنا يا ريس. خدنا ايه يا ريس؟ صبرنا، خدنا ايه؟ شوارع شخل التعدي، كباري ادفع تطلع، ها صبرنا، خدنا ايه يا ريس؟ جبايه 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 جبايه. لا وايه دكتور مدبولي طلع يقول الدكاترة اعملوا زي الدكتور مشالي. طب ماشي، انت بتديله 19 جنيه بدل، يجهز نفسه منين ويجيب شقه منين ويعيش ازاي ويعمل اسره منين؟ انتوا جبتوا للناس اكتئاب، اقسم بالله انتوا جبتوا لنا اكتئاب، انتوا جبتوا لنا شلل، انتوا خلاص قضيتوا على الناس، خليتوا الناس مش عايزه تعيش، اقسم بالله الناس ما عايزه تعيش، وكل شويه قرارات قرارات، استفزاز استفزاز. الناس هتعمل ايه؟ كل شويه يقول لك غرامه وفصل من الوظيفه لمن يمتنع عن تنفيذ اي حكم. عارفين ده ليه؟ عشان الكلب اللي هيفتح بقه لما بيته يتعد هيتحبس ويتعزل من الوظيفه. انا مش فاهمه انتوا اي، انتوا ماشيين معانا بجلد جلد 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 جلد. الناس مش هتستحمل، اقسم بالله الناس ما هتستحمل، تعبنا والله العظيم تعبنا، والناس ما هتحتمل. انا مش محتمله. التلفزيون اللي سايبينه عايم على خرا خرا بجد خرا اسمه الفساد، وعارفين وساكتين. طب ايه؟ انت هتاكل اللحمه في القصر يا ريس وزي الفل طبعا، واللي حواليك والمجلس وكل الناس دي هتاكل وعايشه وزي الفل. بتوع التلفزيون بقى مش لاقيين ياكلوا العيش الحاف دلوقتي عشان 3 سنين ما بياخدوش مستحقاتهم. يعني انا مش عارفه هتعيشوا معانا ازاي بالمنظر ده. انا مش عارفه عايزين من المواطن ايه يا ريس. طب احنا كبرنا، الجيل بتاعي كبر، مش هيبقى حمل ناس تنزل وناس توجع دماغ. لا ما تخافش، ما تعتقدش يا ريس ان الشعب ده ليه كتالوج وهيخرص. لا، الناس تعبت، الناس بقت عامله زي ما تكون عايشه في سوريا، البيوت بتتهد، الخراب دايم، الحياه خرا، الاتاوات. وزيره التضامن الاجتماعي عملت ايه لما الراجل في الكويت اتضرب على قفاه؟ عملت ايه؟ خارجه تقول لنا شيلوا الفيديو عشان كرامته. فين فين الكرامه اللي انتوا خليتوها لنا؟ فين الكرامة؟ احنا بنشحت، بهدلوا في الناس، احنا عايشين كأننا في سوريا والعراق اللي انتوا بتهددونا، مش كنا بنتهدد بسوريا والعراق؟ عوض درويش بيقول لي مالك انت ومال الغلابة، انت عايش عشت الملوك وانت قاود وعايش حياة الملوك تطلع تكلم عنهم، صحيح؟ طب والسيسي متكلم عن الغلابة ليه؟ انا اعتبر نفسي يا عمي الحمد لله انا زي الفل طبعا، اكيد طول ما بعيد عن السيسي عايش ملك. بس انا هسأل سؤال، والسيسي بيتكلم عن الغلابة ليه وبيبني قصور؟ السيسي بيتكلم على الغلابه ليه وبنت سيادته رايحه تجيب مرجيحه، التكاليف بتاعت المرجيحه بنص مليون جنيه عشان تحطها في الجنينه؟ هو الراجل اللي قال ببني قصور على فكره، انا ما جبتش حاجه من عندي، انا ما جبتش حاجه من عندي، هو اللي بيعمل عاصمه اداريه، وانا نفسي يبقى عندنا 1000 عاصمه اداريه. خلينا اسيبكم بس، مش هدخل في التعليقات الكتير لانها كلام فاضي، خلينا نكمل الشعب المصري. الشعب المصري الآن يطالب بالمساواة، سووني بضباط الداخلية، سووني بضباط الجيش، سووني بالمخلة، سووني.
الناس اللي قاعدت شايلة البيادة دست عليها، فبتقول لكم سووني بالبيادة، سووني انا زيهم. شوفوا العوايد في اسكندرية، شوفوا اتفضلوا الناس اهي مزلعها وامام بتاعت الداخلية. بعد اذنكم انا هوريكم المنظر عامل ازاي هنا. والمواد الشمال يا بس حبيبي اخويا ديك شكل امانة اهي بتاعت الداخلية وبتاعت الجيش، وشالونا احنا عشان هما ايه يوقفوا اهو البياعين كلها اهي. احنا مش عايزين حاجه غير ان احنا ناكل عيش ونفرشه زي ما الناس دي ما واقفه. الناس اهي واقفه تحت الكوبري. وخدوا مننا برضو زي ما بتاخدوا منهم برضو ايجارات، خدوا مننا ايجارات واستنفعوا مننا زي ما بتاخدوا منهم، خدوا مننا. يعني نعمل ايه بصراحة، نعمل ايه في ده اللي حاصل ده؟ يعني انا في مرة كده هجيب بيادة واطلع بيها، يعني اجيب بيادة كده واطلع بيها جنبي والناس سووا الناس بالبيادة. يعني دول من حقهم ياكلوا، من حقهم يبقوا موجودين، من حق الناس دي تحيا. طبعا تعليقاتكم على راسي. اهلا بكم كلكم، اهلا يا شريف، اهلا يا فايز، يا ياسين، يا احمد هارون، محمد عباس، يا شريف، يا اسمه، اهلا 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 وسهلا يا ابو طارق، منورين. هكمل لكم بس فيديوهات الشعب المصري، الناس الفقراء الغلابه، ما هم دول في العوايد في اسكندريه، في زيهم في كل حته في مصر. الناس دلوقتي بقت بتطالب ان انت تسويها بالجيش. يعني على راي مقوله الله يرحمه قالها الاستاذ سليمان الحكيم على الجزيره 2013 ل 2014، قال لك جملة مهمة جدا واختصرت كل البتاع ده. قالت لك احنا جيش له دولة وليس دولة لها جيش، احنا جيش والدولة بقت تبعه كلها، مش جيش داخل الدولة. دي المأساة الحقيقية، انه عشان يحفظ حكمه فلازم الامور كلها وانا قلت لك انا مع ان ضابط الجيش المصري تتوفر له حياة كريمة امنة فيها كل المميزات اللي هو عايزها، بس مقابل المدني برضه. فين المدني اللي هنا؟ فين الكلب اللي هنا؟ الكلب المدني الغلبان عايز حياه برضه، عايز توفر له حياه ادميه. تعالوا شوفوا الواد الجدع ده، الواد الزين ده هيظبطه ازاي ويضحككم، لان انا تعبت من السحنه بتاعت البتاع. شوفوا الراجل ده بيقول ايه، اتفرجوا عليه. والله فعلا يا جماعه ينفع هاشتاج المواطن الكحيان. عايز تشوف مواطن كحيان انزل مصر. عايز تشوف مواطن كحيان مش لاقي الهوا وفقير فقير فقير انزل مصر، اقسم بالله انزل مصر يا اخي. علي السعوديين والله انكم طفاره ما لاقيين الهوا، ورئيسكم ما عندكم ميه بالثلاجه. طفحناه يا ريس، علي الحرام من جيه طفحناه فعلا والكيل طف. هنا وصلت الحكومه شوية طرق جميلة، التاريخ هيذكرك عليهم والله العظيم. اقسم بالله انا واحد من الناس لو ربنا كرمني واتجوزت وشفت لي عيل بعد الستين سنة وكان فيا صحة هقول له ياه الطرق بتاعت مصر كلها عملها الرئيس السيسي. ست سنين بيعمل فطور. ده انا لو جبت بلادن عمل طريق المدينه، ده راجل عمل طريق من مكه للطائف
عليه الطلاق انت تقعد 30 سنة عبال ما تعمل نصه، واحد بيعنا اللي ورانا واللي قدامه، وهي دولة فيها 40 بقى مش عارف مليون دول قليلة السكان ونحن كثيرين، امال لو انت بتحكم الصين كنت عملت فينا ايه؟ ولا بتحكم الهند اللي هي مليار كنت عملت فينا ايه؟ اتقي الله عشان هتنزلي طوعي، هتنزلي طوعي تقول ارهاب وما عملتش ارهاب. اتفضل يا عم اتفضل. يعني بقالك 6 سنين بتعمل كباري ما شبعتش؟ ايه يا عم؟ يعني بقول لك بالله ده عمل كوبري، شوف مساحته قد ايه. بقالك 6 سنين بتعمل كباري، بقالك 8 سنين بتخرب فيها لحد ما جبت اجلها، جبت اخرها، قضيت عليها. انا قلبي مع الشعب المصري، مع الناس الغلابه، مع الناس اللي من حقها المام، من حق الناس تاكل وتشرب، ويظل كل الوهم وسيكولوجية الجماهير اللي لعبت عليها أجهزة المخابرات وإعلامه وسلطاته وبابا غنوجه وكل عياله وكل هلافيت الإعلام المصري لم يغني ولا يسمن من جوع. قعد الجوع هو ظهر، ظهر في التيك توك وظهر في السوشيال ميديا، تويتر والفيسبوك واليوتيوب وفي كل مكان. يعني عارف طوفان، طوفان من البشر فكرني بشادية في شيء من الخوف، وهي بتفتح الهويس. الشعب المصري فتح الهويس، مش هينفع يتقفل تاني، مش هينفع يتقفل تاني. ليه؟ لانك فاشل، لانك ادارة فاشلة، ولانك تستحق الرحيل. اشكركم وسعدت بيكم، شكرا على تعليقاتكم، نتقابل في حلقات تانية من القشاش ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.